أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: كثر في هذا الزمن من يكتب ويؤلف في مسائل التكفير، فتجدهم ما بين مرجئ وخوارج، ونريد من فضيلتكم قولا فصلا في ذلك، أو ترشدون إلى كتاب فيه تفصيل هذه المسألة، أي مسألة التكفير. أرشدكم إلى أن تتعلموا العقيدة على أهل العلم، فإذا تعلمتم العقيدة على أهل العلم ودرستم العقيدة على أهل العلم عرفتم القول الصحيح. أما أن الناس يخوضون فيها وهم ما تمكنوا ولا تعلموا، هذا من البلاء ومن البلدة، هذا أمر لا يجوز ولا من اختصاص العلماء، هم اختصاص كل أحد. نعم.